عملنا اون تام دي ماتش خايبه برشا، قبلنا بونتو سير معناتها دقيقتين لعب، ما دخلناش مليح في الماتش، كانوا خير منا الحقيقه. كنا نتوقع ماتش صعيب في لي لادفيرسير دو كاليتي، معناتها من احسن لي جروب الموجودين في الرابطه الثانيه، وانا كنت معاهم مع مناول ونعرف الشيء هذا، معناتها تري بون ايكيب الحقيقه سور لو بلان تكنيك وسور لو بلان سور لو بلان تكتيك. بون فيزيكمون يمكن خير منهم، وكنا نتوقعوا انه في الشوط الثاني باش يتيحوا سور لو بلان فيزيك في المشاكل اللي قاعده صايرت لهم عندهم مده تو مشاكل كبيره. دونك فوالا كنا متحضرين لهذا بالكدا، على غالب عملنا تام دو ماتش خايبه شويه، قبلنا فيها بونتو، من بعد دخلنا في التسرع اللي طلبناه من اللاعبيه واللي قاعدين ترناو عليه، يظهر لي ما شفناهش برشا، شفنا برشا تسرع، شفنا تشنج، شفنا ملاعبيه تحب ترجع فيسع في السكور، شفنا في الترون ديرني متر معناتها شفنا موفي شوا، شفنا حتى الجوارات معناتها قاعده تدور على بعضها، فهمت؟ دونك في الميتو حاولنا باش نهديو الملاعبيه، حاولنا باش نعطيهم نصائح، نحطوا كوره لوطه ونلعبوا كورتنا، نتعداو على جناب، ما نزربوش معناتها ما نزربوش على البونت وما نلعبوش على الريزلتا توجيه، خاطر كي نحطوا كوره ونلعبوا اللعب نتاعنا قادرين باش نوجعوا الادفيرسير. وكيما شفتوا معناتها دوزيام ميتون كامل كان عندنا، كي حطينا كره لوتا، كي مشينا البروفوندور، كي تعدينا على جناب في الوسط، اون سي كري معناتها با مال دوكازيون، كنا معناتها نفاو الماتش بسكور كبير الحمد لله، معناتها 3-1 نتصور معناتها ريزولتا ايكيتابل على السيطره اللي سيطرناها. كنا متوقعين الحقيقه انه الادفيرسير سور لو بلان فيزيك باش يتراجع دوزيام ميتون، وهذاك اللي لقيناه معناتها بالرغم من الكاليتي دادفيرسير دوزيام ميتون معناتها كنا ديسيزيف الحمد لله، معناتها في دو ماتش ماركيو 5 بونتو، هذه حاجه باهيه سور لو بلان اوفنسيف، مانيش قاعدين نقبلوا برشا زاده كيف شخصيا تاع الملاعبيه نكونوا خاسرين بريمير ميتون ونرجعوا دوزيام ميتون، هذه حاجه تحسب معناتها للملاعبيه، قاعدين في سكه باهيه الحقيقه، عندنا نديده توا قاعدين نخدموا بالكدا وقاعدين نتحسنوا، كنا نستناو في العوده نتاع البطوله باش ناكدوا الشيء هذا، الاولاد قاعدين ياكدوا، ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله.